الأخ عبد الله من درنا يسأل عن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبر على ولاة الأمر، يقول ولو أخذ مالك وجلد ظهرك وكذا، فهذا الحديث ما يعني كيف يطبق هذا الحديث؟ هذا سياقه أن المسلم يجب عليه أن يطيع في المعروف في العسر واليسر والمنشط والمكره والمغرم والمغنم، مش لما يكون هذا الشخص مستفيد من الحاكم يطيعه، ولما يكون مش مستفيد منه ما يطيعه لا يطيعه. لكن شرط الطاعة دائما في القواعد العامة والأحاديث الكثيرة المتوافرة المتواترة هي في المعروف. أما إذا أمر الحاكم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله مهما كان هذا المخلوق، ولي أمر ولا عالم ولا أبوه ولا أم ولا أيا كان. أي شخص يأمر بمنكر ويأخذ مالك بالحرام فلا تطيعه، لا يجوز لك أن تطيعه في ذلك. فقوله يعني وإن أخذ مالك أخذه بحقي، إذا كانت عليك دين مثلا ومماطل لا تريد أن تدفع هذا المال، وحكم عليك الحاكم والقاضي بدفع هذا المال ولا تريد أن تعطيه، فله أن يأخذ مالك. إذا أنت يعني ثبت إساءة أدبك ما في التعدي على حدود الله ولا على المعاصي، فله أن يجلد ظهرك، وعليك أن تطيعه تعزيرا، وعليك أن تطيعه في ذلك. لا تقول لا أنا أطيعه إلا إذا كان تحصلت منه على شيء، وإذا لم أتحصل لا أطيعه. لا، عليك الطاعة في المغرم والمغنم والمنشط والمكره ما دام أمرك بمعروف. أما إذا ضرب جلدك بالظلم زي ما يفعل الحكام الآن، يدخلون العلماء الذين يصدعون بكلمة الحق وينادون بالجهاد لقمع المفسدين والظالمين ولإصلاح أحوال المسلمين، كل من يرفع صوته بهذا أو يناصحهم يدخلونه غياهب السجود، فهؤلاء لا طاعة لهم في هذه المعاصي. هذا كلام يعني فيه انحراف خطير في مفاهيم الشريعة ومفاهيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عليك أن تطيعه. وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، إذا أمرك بحق وأخذ مالك بحق، أما إذا أدخلك السجون لأنك تناصحه ولأنك لا توافق هواه ولا يعني ترضى بباطله، يريد هو أن يميت الجهاد ويريد أن يلقي بنفسه في أحضان اليهود ويتآمر على المسلمين، فهؤلاء لا طاعة لهم في هذه الأمور الفاسدة، بل تجب مقاومتهم ولا يجوز السكوت عليهم.